يمكن يا فندم الناس بتتكلم او المعارضه بتتكلم انطلاقا من ثقتهم في قدره حضرتك على تحمل الكلام وعلى سعه الصدر. انا هسالك سؤال، اتفضل يا فندم. هو انا هتحمل الكلام ولا هتحمل الظروف ولا هتحمل الهموم ولا هتحمل الظروف الفقر اللي احنا فيه ولا ايه، ولا هتحمل ضعف الاداء ولا ايه ولا ايه؟ أرد من قلبي ولا إيه؟ نعم؟ أرد من قلبي؟ طبعًا. الرئيس السيسي اللي إحنا رحنا له كلنا، وأنا عارف أنا بقول إيه، كلنا من قبل 30/6/2013 وطلبنا منه يا فندم ما تسيبناش لوحدنا، هو نفس الرئيس السيسي في 30/6 اللي ما خذلش مصر، وهو نفس الرئيس السيسي اللي طلب التفويض ومصر كلها نزلت له. أداه وقدود يا فندم. الموضوع استحملنا مش كده. شوية. استحملنا شوية. مش كده. الموضوع مش إن هي أداه وقدود. أداه مش أنا اللي أداه وقدود يا يوسف. إحنا كلنا لما نكون أمناء ومخلصين لبلدنا والملف اللي بنتكلم فيه نكون دارسينه كويس أوي مع بقية الملفات وتأثيرها ونقول فعلا بعد الدراسة أنا بطرح عليك الحل ده وهعمله لك. أقول لك طب تعال اعمله. طب ليه مش بتحداك؟ أنا محتاجك بدل ما أنت عرفت تحل المسألة. بقول لك التعليم اللي أنت بتتكلم عليه ده على الأقل 250 مليار. اللي متوفر منه ولا نصه في موازنة التعليم الأساسي، ولا نصه، ده لو 250 مليار. أنت بتدي المدرس 2000 و3000 و4000 هتاخد منه إيه؟ مش هو ده اللي حيقوم بالتعليم؟ صح. تقنعه ازاي ان هو يشقى معاك عشان يطلع لك ابنك او بنتك كويس؟ احنا بنتكلم على مين؟ على اللي بيقدر يودي ابنه مدرسه يعني كويسه ويدفع لها، ولا بنتكلم على المواطن الغلبان اللي بيودي ابنه مدرسه حكوميه؟ الغلبان. انا بقى بتكلم على الغلبان اللي هو قد ايه؟ اللي هو 60-70%. طب ده مين يعمل ايه؟ اي حد بيكلمني حتى اللي كان بيكلمني دلوقتي ولاده في المدارس الحلوه ما عندوش المشكله دي. لا انا مش بكلم يوسف، خلي بالك، ما انا ولادي في المدارس الحلوه بصراحه. لا 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 استنى يوسف، بس مطلعين عينينا يعني. مش بكلم يوسف. عارف يا فندم. انا مش بكلم يوسف، عارف. انا بتكلم اللي بيقول يعني صعبان عليه الولاد الناس الغلابة، يعني احنا مشينا على الطريق بالعربية. انا بتكلم على الغلابة يا يوسف، مش كلام دغدغة مشاعر. والغلابة عارفين ان الرئيس السيسي هو رئيس الغلابة يا فندم. شوف انا الرئيس السيسي رئيس كل المصريين، بس لكن انا بتكلم على ان احنا إذا كان المنهج اللي احنا بعد كل الإخلاص ده اللي احنا بنتكلم بيه هيبقى ده الشكل اللي احنا شايفينه، ده يخوف جدا على مستقبل بلدنا. ده والله العظيم، لأن التحديات اللي موجودة في البلد دي عايز عمل متفاني ومخلص لمدة سنين طويلة جدا جدا. كتير من اللي اتكلموا على التجارب يا يوسف بتاعت الدول زي كوريا الجنوبية وزي سنغافورة وزي ماليزيا، اتكلموا على التجارب فقط لكن ما قالوش على السياق اللي كانت الدولة ماشية فيه. صحيح. على الأقل 20-30 سنة فضلت الدولة حاشدة طاقتها ال 20-30 سنة دول. فلو النهاردة احنا بالطريقة اللي احنا بنتكلم بيها ديت هنفك تاني، واخد بالك؟ وبتتكلم على انك انت عايز تمارس انك يعني دور وبتاع، ولا بأس، وانا والله مرحب بالكل، والله العظيم مرحب، واللي شايف انه عنده القدره يتفضل، والله العظيم هساعده واقول له تعالى خش امسك الملف ده وخلصه، واول ما هيخلصه او انا هدعمه وهو بيخلصه وهسقف له. الحكايه مش كده خالص يا يوسف. احنا في حته، البلد وظروفها في حته، وكلام الاخرين في حته ثانيه خالص. وبالتالي ما يصحش كده. ليه ما يصحش؟
عشان الغلابه اللي موجودين في البيوت دول يبقوا فاهمين كويس قوي ليه احنا مش قادرين نعمل معاهم كده. مش قادرين ولا مش عايزين يا يوسف؟ لا احنا مش قادرين، احنا مش قادرين. الاراده موجوده،